السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم اخوكم علي الجولة من قناة فيش اتش دي، واليوم باذن الله عندنا تغطية لمسابقة صيد الحديث للموروث الشعبي. طبعا اليوم راح يكون ويانا ابو الرحمن، ابو حسن ضرب علي ظهره وما قدر يطلع ويانا، ونعوض اليوم بمبارك. جاي حامي يقول نشارك، يقول بيطلع فوزيكي توكل ان شاء الله باذن الله. طبعا نختصر الوقت ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وتوكلنا على الله. هذا اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021، مسابقة الموروث الشعبي. هذه هوان بحري طراد اخونا حلي جودر، ان شاء الله الفاتحة الخير. الله رب العالمين يا جماعه، شيء مميز لاول مره حياتي. مو بصيده اشوف هالكبر شقاره. حرويكم بعد اللي انتم ما شاء الله، حرويكم ابو الحجم. اي والله وهي الخير، وهي الخير يا ابو حسن، يا ابو الخير. هدا حق ابو حسن، بارك فيكم. هاي ابو حسن، هذه البدايه، بدايه الخير. اليوم 16 ديسمبر مسابقة الموروث، اخونا مبارك صيد لنا صال. هذه رقم الطراد 1334، ما شاء الله يستاهل مبارك. هذا اليوم 16 ديسمبر 2021، مسابقة الموروث الشعبي. فهد ما شاء الله تبارك الله،
مبارك. مسابقة اليوم 10 ديسمبر 2021 مسابقة عروس الشعبي. نيري صاعد اخوي داني. فهد صاعد بالشبكة اخوي. تاريخ 16 ديسمبر طوارئ هوانا بحري 11334 مسابقة موروث طريقة صيد الحديث. حاليا اخونا مبارك صاحب له شايف طريقة الجيجينج. مارك لا يدفعها حط زاوية صغيرة زاوية صغيرة اي هلا هلا سحابي بدون ترفع زين الحمد لله سهل يلا شوف كفو راونا الجيك عشان نضمن الجيك بلية ما شاء الله تستاهل مبارك تستاهل وايد الحمد لله بسم الله. اليوم تاريخ 16 ديسمبر وهذه صيد ابو فهد شيء مره واحده ما شاء الله طفح فوق وهذه هون بحري 11334 تعب خيط انا لان صار لمعه صار ظل عزيمة ما علي اي لا تجيني ترى على خيطي بتجي قال اصور اليوم 16 ديسمبر ما شاء الله شقره على الجيجينج مسابقة موروث ما شاء الله ودي هناك عشان ما تعلي ان شاء الله وش حجم طبعا هوانا بحري 1334 سبب الرحمن تستاهل ما شاء الله طلع عيونها وقول لك ما اعطاها جونس اليوم تاريخ 16 ديسمبر طراد هوانا بحري مسابقة الموروث الفاز جيجينج
اي اكثر. ضلعي ضلعي. لا لا صال صال. ما شاء الله. لا لا راهي راهي. تاريخ 16 ديسمبر مسابقات الموروث صيد الحديث قارب 1334 مركب احمر تم التصوير هذا اخونا ابو مبارك جاب لنا شاري حق يدوم 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 رد تبع حوير الرويسي بعد ثاني يوم المسابقة طلعت نتائج والحمد لله بشركم حصلنا المركز الأول في المسابقات الجيجينج طبعا بإجمالي وزن السمك كامل 28 كيلو كل هذه بفضل الله ثم فضل الفريق اللي ما قصروا ويانا في الترتيب والتشجيع والصيد وتحملونا كسرناكم في المويات وحبيت أذكر أسميهم خالد بن مبارك عبد الرحمن تميمي ومحمد حسن اللي ما قدر يطلع ويانا لآخر لحظة بسبة إصابة صادته فحمد الله رب العالمين و بركة حق المركز الثاني والثالث وهذا لكم الشباب اللي ما حصلوا أي مركز وإن شاء الله تعوضون في مسابقات الجاية طبعا سامحونا على القطعة طويلة انشغل شوي ولكن إن شاء الله راح نرجع لكم فيديوهات في الأيام الجاية لا تنسوا تضغطون زر اللايك وزر الاشتراك في القناة ونشوفكم على خير ومع السلامة.